إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. علاج الخوف من الخدش كيفية تنظيف وعاء التفلون. في الواقع، نحن نتحدث عن مقلات غير قابلة للاشتعال وغير لاصقة، ولكن نظرا لأننا نربطها باسمها التجاري تفلون، فإننا نستمر في استخدام مقلات تفلون. إذا كانت إحدى مشاكلك في المطبخ لا تعرف بالضبط كيفية تنظيف صينية التفلون، نعلم جميعا أنه حتى أدنى خدش يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتنا. في الواقع، من الصعب جدا تنظيفه، فنحن نتشكل من الشكل ونحاول تطوير طرق مختلفة، خاصة إذا تمكنا من حرقه على الرغم من أنه مقاوم للحريق. إذا قمنا بلصق جزء كبير من الطعام في القاع، فلا تسأل عنا. لهذا السبب بالضبط سنعرض لك طريقة تبدو كدواء اللآن. يمكنك اللآن الاستمتاع بتنظيف السقف الخاص بك دون أي متاعب أو خدش. بادئ ذي بدء، تحصل على سقف تفلون الخاص بك مع وجود بقع قاسية بالداخل. تصب فيه خليطا من الماء وملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحضير منظف غسيل الأطباق في المنزل بمكونات طبيعية واستخدامه براحة البال، فيمكننا شراؤه على النحو التالي. تقوم بغلي الماء في مقلات التفلون لمدة 5 إلى 8 دقائق. أثناء غليان الماء، تقوم بإزالة البقع من على المقلات بحركات خفيفة بمساعدة فرشاة. ثم يصرف الماء القذر في المقلات يمكنك بسهولة غسله وشطفه للمرة الأخيرة باستخدام صابون الأطباق والجزء الناعم من إسفنجة الأطباق. لديك سقف تفلون خال من الخدوش ونظيف مرة أخرى.